اهلا وسهلا بالساده المشاهدين في حلقه جديده ومعلومات جديده من برنامج كونسولتو تيلي ميديسن، وفي انتظار كل المكالمات اسئله واستفسارات والرد عليها مباشره من السيد الدكتور الفاضل محمد سعد حامد استاذ السكر والغدد الصماء كليه الطب جامعه عين شمس. اهلا وسهلا دكتور. اهلا يا استاذ حسام. وعلى طول اهلا وسهلا. اهلا بيك. الله يخليك. المقدمه الجميله بتاعت حضرتك دي، واحنا برضو بننوه تاني ان السادة مش احنا جايين مخصوص عشان نرد على التليفونات ومنتكلمش الكلام النظري. أكيد. والتليفون طبعا له بنعتبره له الاولوية، يعني حتى لو احنا في سياق الكلام النظري بيجي تليفون، احنا زي ما حضرتك بتتفضل كده احنا بنقطع الكلام بتاعنا وبنشوف التليفون عايز ايه والشكوى بتاعته، ولذلك يعني بنقول ان المشاهدين ما يتصلوا بينا في حاجات بنبقى محتاجينها، في حاجات تقنية زي ما انت عارف ان هو يعني حاول يبعد عن التلفزيون او يوطيه خالص ويسمع من التليفون. التليفون في بعض بلادنا اللي هي الارياف بيبقى الارسال مش كويس بالنسبة لل فلو عنده تليفون ارضي يستحسن، يعني لو عنده تليفون يبقى افضل، يبقى تليفون ارضي. لو ما كانش فيه ارضي هو بقى ياخد مكان كويس عشان الارسال بيتقطع منه. النقطة الثانية اللي احنا هنحتاج لكل العيانين تقريبا او لكل المتصلين يقول الاسم والسن والطول. الطول يعني مش بالسنتي، يعني لو قال 180 زي 175 تمام، لو قال 160 زي 165 تمام، لكن ما بقاش 150 ويقول لي 160، يعني في فرق كبير يعني سنتي 2 سنتي، لا 5 سنتي والله مش هتفرق كتير و5 كيلو مش هيفرقوا قوي يعني تمام. واهم حاجه تقارير التحاليل وبتاع اللي بتساعد حضرتك بس هما بتاعته عامله ايه، بس هتبقى صعبه لان هو دي بتبقى حاجات يعني بحاول انا استشفها من خلال من سناء الكلام، الا لو هو مرض هو متعود عليه، يعني لو كل حاجه جديده ما بيقدرش يقولها. تمام، ناخد اول اتصال. اتفضل يا فندم. معانا الاستاذ كمال من القاهره. السلام عليكم استاذ كمال. تقريبا ماشي، حاول اتصال تاني يا استاذ كمال. اتفضل. فما انا بقول لحضرتك يبقى الاسم والسن والطول والوزن، وزي ما احنا بنقول الكلام ده كله بالتقريب. تمام. وبعدين الشكوى، الشكوى اللي هو بيشتكيها يعني هي فعلا قلقاه قوي. لو كان هو عنده تحليل زي ما حضرتك قلت مثلا سكر صايم، فبيبقى يهمنا قوي اخر 6 شهور. فمثلا لو كان من 6 شهور التحليل الصايم مثلا 190 وبعد الاكل مثلا 240، طب واخر حاجة تانية عملها امتى بقى من 6 شهور ودلوقتي؟ يعني ما يكونش مثلا عملها من سنتين وجاي يدي من سنتين هنقدر نديله علاج مؤقت، لكن هطلب منه انه يعمل التحليل دي ويبقى يرد علينا تاني. طيب ناخد الاستاذة امل من القاهرة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا دكتور عايزة أسألك سؤال. اتفضلي. بسمعك يا فندم. أنا حضرتك من قيمة 5 سنين جالي السكر. نعم. نبعد وعملت مطابير وشرايح في رجليا. يا أستاذة، أستاذة أمل، أستاذة أمل. عشان تساعدينا بس والدكتور يعرف يعني يرد على الحاله بتاعتك، وطي التلفزيون ويعني وطي التلفزيون وابعد عنه واسمعينا من التليفون لو سمحت، واسمعي من التليفون، اتكلمي من التليفون واسمعي من التليفون، لان التلفزيون بيبقى فيه تاخير حوالي مثلا. سامعني كده؟ كده ممتاز. اتفضلي. اتفضلك ربنا. بقول لحضرتك انا من 5 سنين وقعت على السلم وعملت عمليه في رجليا مطبين وشرايح وعملت غضروف في الرقبه، وحاليا دلوقتي المفروض هعمل عمليه ثانيه عشان احتمال شلل رباعي، وعندي السكر حضرتك من ساعه ما وقعت بقالي 5 سنين جالي السكر، وحضرتك دلوقتي مفيش اكل بقى طول النهار من غير اكل، باخد البرشامه بتاعت السكر دي من نفسي، مفيش يعني ما رحتش للدكتور بتاع سكر، انا اخويا وصفها لي خدتها وبقيت اخدها، واخدها بقى بالليل اكل بالليل بقى، يعني مره واحده بس اخدها بالليل واكل بالليل وخلاص على كده، طول النهار ابقى قاعده من غير اكل واكل بالليل. طيب مش عارفه اعمل ايه يا دكتور دلوقتي، انا حاسه بوجع في رجليا من تحت وايديا وهمدان في جسمي، ومفيش حد اصلا يعني معايا ربنا وابني الكبير ده هو اللي بينزل الشغل ويرجع بالليل يجيب لي اللقمه دي.
طيب قولي لي، طب هعمل ايه يا دكتور؟ ربنا طيب يكرمك تقول لي اعمل ايه. حاضر، احنا بس هسال حضرتك بعض. شكرا. لا لا خليكي، شكرا. فين؟ استني. اتفضل. سن حضرتك كام سنه؟ انا عندي 50 سنه. وزنك قد ايه؟ 70. انت حضرتك يعني بتتحركي؟ لا انا من ساعه ما اتكسرت لازم حد يقومني ويقعدني عشان ما عنديش توازن في رجليا، ما بعرفش امشي الوقت. طيب بتحركي ايديكي ولا ما بتحركيش ايديكي؟ بحرك ايديا بس دلوقتي ايديا بقت تقيله عشان عدم الحركه يعني. طيب في فقرات العنق فيها اي مشاكل؟ اه عندي، كنت بشيل جزء كان قاطع رجلي الاثنين، كنت بشيله على رقبتي وبعد كده جالي بقى المشكله بتاعت الرقبه دي، واتعملوا لي وعملت الغضروف بقى برضه ما نجحتش. رجعت تاني بمشي اروح واقعه، لازم حد يمسكني من ناحيتين. طيب بمسك مكان حضرتك وحد يستني. حضرتك ربطت السكر بالوقعه اللي هي من 5 سنين، ده سليم صح؟ اه انا زعلت على نفسي. طب خلاص استني بس، الله يخليك. بصي احنا عايزين حتى ليكي وللساده المشاهدين الاجابه بكلمه واحده او كلمتين. مش زعلت على نفسه وبعدين جاب لي فاكهه ودخل عليا لقى الكيس مقطوع، ما يخصنيش. حضرتك خدت كورتيزون في اول بعد الحادثه دي ما حصلت ما وقعتي؟ لا لا حضرتك. خدت حقن؟ طيب مثلا ديكا اي حاجه، ديكا ديودرا بولين مش عارف؟ لا ما خدتش اي حاجه. امال ما عالجوكيش؟ معقول يعني بعد الكسر ده كله ما خدتش اي ادويه؟ انا عملت عمليه المسامير والشرايح وادوني كبتول عشان الجرح يلم. اه لكن ما فيش اي ادويه تانية؟ لا. ودلوقتي طيب. حاليا انا ماشي على دوموكرم 30. طب ايوه. اخر تحليل 30 حضرتك يعني؟ اخر تحليل يعني. اخر تحليل سكر صايم كام؟ هو كان 6.6. لا مش 6.10، انت عايزه تقولي اللي هو السكر التراكمي. حضرتك التراكمي كان 6%، 6% يعني. اه انا ما اعرفش بصراحه الارقام. هو لو 6% مش وحش، بس انت ما بتعمليش صايم وبعد الاكل ابدا صح؟ لا انا حضرتك قاعده بقالي كتير قوي مش بنزل اصلا الشارع عشان موضوع كورونا ده، ما فيش حركه بقى، قاعده في البيت ما فيش حركه خالص، يا دوبك بدخل الحمام حد يسندني واروح طالعه. ما خلاص ملوش لازمه. الوزن حضرتك كام خلال 6 شهور اللي فاتوا؟ ثابت ولا بيتغير؟ لا هو زي ما هو. طيب عموما بص حضرتك، انا شايف الدايماكرون 30 ده لو هو الهيموجلوبين السكري المتراكمي 6 فهو مش وحش لو كان صح، ولكن حضرتك لازم تجيبي جهاز سكر، ارخص جهاز سكر موجود في السوق هاتيه، وارخص شرايط تحليل سكر هاتيها، وتعملي على الاقل مره او مرتين او 3 في الاسبوع تحليل سكر لحضرتك، وتكلمينا بعد 15 يوم. هنعمل 7 مواضع، ممكن تقفلي بقى خلاص. شكرا. في 7 مواضع بنعمل فيهم تحليلات السكر لمريض السكر، نجيب ارخص جهاز وارخص شرايط، وساعات الاجهزه دي بتبقى مجانيه تمام، وعلى ان هو هيشتري شرايط، طبعا شغل تجاريه بحته يعني، فهو هيضمن ان اداك الجهاز يبقى شرايط انت هتعملهاش عشان مش عشان سواد عيونك يعني. ده بيشغل ده بس عاده انا ما بيكون في شرايط بهذه الصوره بتبقى شرايط غاليه، فالافضل ان احنا نجيب جهاز مثلا ب 200 250 جنيه مش اكتر من كده، يبقى الشرايط حنين اذا يبقى شريط رخيص. تمام ناخد اتصال تاني هو كمل مع التاني. ماشي ماشي. استاذ كمال السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا استاذ كمال، ازي حضرتك؟ الحمد لله. اتفضل. انا دكتور الضغط عندي متغير 90/140، 95/135، وبعدين دكتور الضغط الثاني علاج وعندي سكر برضو من حوالي اسبوع كان 109، وامبارح صايم 92 وفاطر 213، وزني انا عمري 40 سنه طولي 165 ووزني 65، وكان وزني قبل كده 73 نزل حوالي 8 كيلو ب 65، فانا عايز حاجه عشان وزني يرجع 73 تاني. موافق. سيادتك الدواء اللي انت بتاخده ايه قلت لي؟ جلوفاش. كلوكوفاش. كلوكوفاش اللي هو الالف ولا 850 ولا ال 500؟ 500. كم حباية في اليوم؟ 500 حباية واحدة الصبح. طيب بص، حباية واحدة الصبح. حاضر. هو دلوقتي السكر الصايم بتاعك كويس، اللي بعد الاكل اللي هو بعد الاكل بيبقى عالي اللي هو ال 200.
فاحنا هناخد دواء حنين كده يعني واخد بالك، يزود وزنك ويظبط لك السكر، وفي نفس الوقت يبقى له علاقه، الجلوكوفاج بيخسس الناس شويه. فانا مش هقدر اوقفه برضو عشان ابقى صريح معاك، بس هنخلي ال 500 دي قبل العشاء، يعني الجلوكوفاج قبل العشاء عشان يظبط لي الصايم الصبح. الصبح وقبل العشاء قبل يعني مرتين؟ لا هناخده مره واحده، ما لسه ما كملتش كلامي. قبل العشاء حبايه 500 جلوكوفاج، دي نمره واحد. هناخد دواء تاني اسمه نوفو نورم، نص ملي جرام، رخيص قوي. هناخد حبايه قبل الفطار وحبايه قبل الغداء. ايوه هنا هنمشي، هنحط حوالي في الشهر كيلو ونص 2 كيلو. اول ما وزنك يعجبك كده ووشك ينور وتورد تتصل بينا تاني نظبط لك الدنيا. تمام. الف سلامه عليك. شكرا استاذ كمال. شكرا شكرا شكرا. الف سلامه. الف سلامه. طيب ناخد الاتصال اللي بعده. استاذ شوقي السلام عليكم. السلام ورحمه الله. السلام ورحمه الله. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. اتفضل يا استاذ شوقي. يا دكتور لو سمحت بس عايز حاجه للكولاجين اللي هو في بين المفاصل والرقبه. ده انت دخلت في انت انت عارف انا بضحك ليه؟ اتفضل. عشان انا اعتقادي ان الكولاجين ده اللي انتوا بتاخدوه ده موجود حضرتك في اي اكله بتاكلها، لانه في الاخر هو احماض امينيه، والاحماض الامينيه حضرتك دي موجوده في اللحمه، موجوده في البيض، موجوده في الفول المدمس، موجوده في العدس، واخد بالك، في السمك، في الكبدة، في كل الحاجات، البروتينات سواء نباتية أو حيوانية فيها أحماض أمينية في الآخر تدي كولاجين. ولكن في مركبات كولاجين في السوق، في منها المصري رخيص والأجنبي غالي. وخبر حضرتك أنا أكلمك بصراحة ده مش تخصصي أنا، لأن إحنا بندي بس يعني في حاجة اسمها جلوكوزامين. وخبر حضرتك ده كويس أوي للركب إن شاء الله، ممكن تاخد كبسولة ثلاث مرات قبل الأكل بنص ساعة. جلوكوزامين. طيب بالنسبه للرقبه اللي يفيد على الرقبه الايه يا فندم؟ اللي هو المختص بالرقبه يعني. لا ما هو بص حضرتك ده لكل لكل الجوينتس يعني كل المفاصل. طيب. موجود في السوق مصري اسمه جلوكوزامين، رخيص قوي، الاجنبي منه غالي قوي. طيب. الف سلامه على سيادتك. شكرا شكرا استاذ شوقي. ناخد عليك السلام ورحمه الله. ناخد نتصل بعده من وسام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. والحمد لله يعني نسبة 6% دلوقتي. الكوليسترول نزل ل100. لا التجريتول الدهون عشان حرقان رجلي. تجريتول 200. انت خدتي 200 وضيع الحرقان. نسبة 90% كده. ياه. بتعرض للمروحة او ملبس الشراب بس تخف لما كده يعني. يعني انت سيادتك تقولي يعني انت كويسه جدا على التجريتول ال 200 مللي جرام بتاخدهم قبل النوم. ايوه. اما تتعرضي رجلك للمروحه او لحاجه تانية تبدا الرجلين طيب انت ممكن تاخدي حاجه بس عند اللزوم حضرتك، في الدين فلاش حبايه تحت على اللسان عند اللزوم بس. والف سلامه عليكي. انا بس عايز اقول حاجه يا دكتور معلش. دلوقتي ضغطي في 150 على 90. لا عالي سنه. انت بتاخدي له علاج ثاني؟ الثاني ده اسمه تريتاكيتاكس كده، مش عارفه ده كويس. اسمه ايه؟ اسمه ترايتيس. ترايتاكس. بكام؟ تمنه كام؟ تمنه العلبه 30. حضرتك كم ملي؟ يعني هو كم ملي؟ 2.5. نعم 2.5 ملي. اه يبقى كويس على قدك، بس هنقيس الضغط بعد 20 يا دكتور. 20 ملي جرام. 20 ملي جرام. ممكن بقى ماشي كالسيوم شارب بروكر ممكن او حاجه. طب بصي كويس يا دكتور. لا الكويس بتاعنا احنا هنقيس الضغط بعد 15 يوم ثلاث مرات ورا بعض كده كل يوم ويوم. لو لقينا الضغط كويس يبقى الدواء كويس. لو لقينا الضغط بعد 15 يوم ما تحسنش يبقى هنشوف بديل ان شاء الله. شكرا موسام بالشفا ان شاء الله. شكرا يا دكتور. الف شكرا. العفو يا فندم. شكرا. ناخد الاتصال اللي بعده. استاذه امل السلام عليكم.
عليكم السلام. انا بس يا ست امل استاذنك اقول معلومه عشان وانت معانا على الهوا كده، ان التجريتول اللي انا كتبته ده للست اللي قبلها على طول ام وسام، الدواء ده موجود بقاله مثلا 70 سنه في الطب. يا 70 سنه وتمنه ملاليم. طلع مكانه ادويه بال 400 جنيه وبال 500 جنيه ودخلت تحت الجداول. ليريكا ومش ليريكا والكلام ده، ومحلش محله. كان بيجيب نتيجه زيه، بس انا شايف ان الدواء الرخيص ابو ملاليم ده اهو شايف ب 90% ده يعني نتيجه لا احلم بيها انا شخصيا يعني. اتفضلي. طيب. ست امل اتفضلي. السلام عليكم. ورحمه الله وبركاته. انا عندي السكر صايم كويس والفطر كويس. طب نبدا كده زي ما احنا حافظين بعض، السن كام سنه؟ 32. مدام. عندك اولاد؟ الدوره منتظمه؟ كويسه يعني، بس عندي سكر لسه ما جتش للسكر. صايم والفطر كويس. طب استني بس الاول، وزنك قد ايه؟ وزني حوالي 73. وطولك 100 حاجة و50 مثلا؟ مثلا مش طويل. طيب. طيب اتفضلي. انا السكر الصايم والفطر كويس. عظيم. بس عندي سكر التراكمي عالي شوية. طيب تفتكري ايه السبب؟ انا بتعالج دكتورة، مش عارفة. ما لازم بتتعالجي طبعا، بتاخد امال انت بتتصلي بيها. انا باخد برشام اسمه لا 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 استني بس هنا بالراحة، انا عاوز امتحنك وانت بتهربي مني ليه؟ بقول لك يا دام السكر الصايم وبعد الاكل بساعتين طبيعي، التراكم يبقى عالي ليه تفتكري؟ مش عارفة. طب ما تقولي كده تجتهدي معايا. يبقى في اوقات السكر بيعلى انت ما بتاخديش بالك منها. طب باخد بالي منها ازاي؟ يبقى احنا صعبة، لان عشان انا اخد بالي من مستويات سكر في الدم المفروض احلل مثلا كل 3-4 ساعات، وده كلام مش علمي او مش عملي بمعنى اصح. يعني التراكم طلع كام بقى يا فندم؟ انا والله مش عارفة الورقة لسه مش معايا، بس مش يعني 7-8-9-7.5-10. لا هو حوالي 9 و7. لا يبقى في غلطة. 9.7 ولا 7.9؟ هي الورقة. طب ثواني. طيب الورقة معايا هي. طب يلا ضمنا دعيانا. الورقة بتقول الواحد فين؟ يلا يمكن تكون جنيه ولا حاجة. هي مكتوبة هنا 7.9. 7.9 يعني 8. والصايم بيطلع كام بقى ينوبك ثواب فينا؟ هو في 77. ايوه. والتاني 81. اللي بعد الأكل. ايوه. حضرتك في المعمل ولا حضرتك بالجهاز اللي عندك؟ لا معمل. طب بص حضرتك، وانت رايحه بتحللي بتمشي ولا بتركبي عربيه ولا المعمل جنبك في الاوضه اللي جنبك؟ بمشي حوالي كيلو كده. ده اللي بينزل السكر يا فندم. السكر بتاع حضرتك الصايم ساعتها وانت رايحه بيكون 150، المشوار ده بينزله يبقى 70. شوف حاجه بعيد عن الطب خالص، احنا بنشتغل كده مؤاخذه بتوع ميكروباص. لا بس للدرجه دي من 150 ل 77؟ وبعدين بتلاقي بقى بيقول لها انزلي كلي، بتنقي مثلا مطعم ولا حاجه ولا على الرصيف، انا احب اكل الرصيف قوي على فكره، وبعدين تمشي لها كمان نص كيلو. فده معايا سيادتك ولا قفلتي؟ الو استاذ امل. طيب انا هجاوب كده. طيب مين اللي دخل معانا؟ خده وهكمل. الو السلام عليكم. ده الله يا دكتور. اهلا وسهلا. اهلا. سيادتك عند طفل عمره 4 سنين عنده عصر مقدرة كده شوية، ايه اللي تيه 17؟ ماشي. التي اس اتش وزنه زي 32 اللي هو عنده 4 سنين. استنى بس حضرتك، هو التي اس اتش 14؟ ليه اللي فيه 17 بس؟ لا مش دي غدة دركية؟ طب الغدة الدركية بتقول اللي زي التي اس اتش ولا اسمه ايه ولا ايه؟ قليل شوية، بنديله سيروكسين 50 الصبح قبل الفطار بساعة. الولد وزنه قد ايه بتقول سيادتك؟ 32 كيلو وهو 4 سنين. طيب حضرتك عيب تبقى برمه الصبح؟ لا مفيش ورمه ولا حاجه. ولا رجليه؟ ولا رجليه. بينام كتير ولا حاجه؟ بينام كتير. بينام بقى، بينام 8 ساعات 9 ساعات. طيب حضرتك ماشي على الالتروكس ال 50 بقى له قد ايه؟ بقى له سنتين. سين اخر تحليل طلع كده. الولد طوله كويس ولا في مشاكل في الطول؟ طوله كويس بس في الطول بقى 32 كيلو تقيل قوي. يا عم استنى، ما انا بتكلم، ما جاز باكل كتير كشري، انا اعمل ايه؟ قال لا يعني انت حضرتك هو بياكل كتير ولا بياكل عادي؟
بياكل لما بنسوق براسه بياكل كتير. بص هقول لك حاجه، اديله 100 وانا المسؤول بعمياني، وما تحللش لمده 6 شهور واتصل بينا. اللي ممكن لو خف خلال شهر يبقى على خيره الله، كمل 6 شهور. لو لقيته لسه تخين كلمني عشان ازود براحتي، انا ما بيهمنيش. خليهم 100 كل يوم قبل الاكل بساعه قبل الفطار ان شاء الله. طب سيدي بنزغزغ بقى الناس، شكرا على الاتصال، شكرا بالشفا ان شاء الله. خبر حضرتك احنا بس كنت عايز اقول للاستاذ امل، الاستاذ امل هو تحلل في البيت، يعني ما هي بتروح المعمل بتمشي كيلو، الكيلو ده بياخد منها ربع ساعه مشي. تمام، فبيغير بيقلل نسب السكر، النسبه يعني كميه، ولذلك هي 8 الطبيعي 6 مثلا، يعني زياده حوالي 25% القرايه. تمام، واخد بال حضرتك، هو السكر يلا بعد كده هو بس بتحلل، لكن هو طول النهار عالي وطول الليل عشان مشي بس. ولذلك انا شايف حتى كميه الجرعات اللي بتاخدها. كان في حد اتصل بينا برضو نمره 2 او الواحد اللي انا قلت له المفروض بنحلل 7 مرات في اليوم، استاذ شوقي مش فاكر بقى اقول له 7 مرات دول. تمام، 7 مرات ليه مش فاكر، بس هو المهم في تحليلات للسكر حضرتك بيبقى عنده الجهاز. اما قلت طب هنقولها برضو بعد ما. طيب ناخد الاستاذ عاطف وبعد كده الاستاذه نعمه. استاذ عاطف سلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم يا استاذ حسام. الحمد لله نعمه وفضل والله. السلام عليكم يا دكتور. اهلا يا فندم، مرحبا يا دكتور. سعادتك السن 59، الوزن 82، الطول 178. طيب كويس. محل صايم 110 من 120. عظيم. وفاطر بعد الاكل بساعتين بيطلع 260. عظيم. حضرتك باخد ديماكرون 60 ام ار. طيب. وباخد حضرتك بعد الغداء جانوبيت 850 على 50. عظيم. بس هو بعد الصيام بعد الفطار يا دكتور بيبقى 260 270، هو ده اللي قلقني شويه. طبعا طبعا. انت حضرتك محللت مره بعد العشاء يعني بعد العشاء؟ بعد العشاء بيبقى 100 و120. طب بالغدا وبعد الغدا كام؟ بعد الغدا بساعتين ولا بساعتين. طبعا ثلاثة مش مشكلة. بعد الغدا دكتور بيبقى حوالي 230 بعد طيب. الغدا بساعتين. بص يا فندم، الجانوميت اللي انت بتاخده ده غالي ومش اعتقدش ان هو له فايدة كبيرة. ايوه. انت بتاخد حباية في اليوم مش؟ باخد حباية بعد الغدا يا فندم. اللي هو حضرتك 50 500. لا 50 على 850. 50 على 850. ممكن نوقفه ونوفر فلوسه ونجيب مكانه الجلوكوفاج 1000 حباية قبل الغداء وحباية قبل العشاء. حباية قبل الغداء وحباية قبل العشاء بساعة او بنص ساعة عشان يسد نفس حضرتك شوية. بعدين الدايماكرون 60 خليه قبل الفطار، واخد بال سيادتك؟ 80% هنتحسن، لو ما تحسناش بعد اسبوعين كلمني تاني. شكرا حضرتك. شكرا استاذ عاطف، العفو، توفيق ان شاء الله. ناخد الاستاذه نعمه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا دكتور. اهلا وسهلا ست نعمه. يا دكتور عندي سكر على سني 53 سنه وطولي 156 ووزني 94. وزن سيادتك 94 كيلو. وطولي 156. طيب مليانين شويه يعني. انا حللت صايم وفاطر يا دكتور. الصايم 180 والفاطر 252. طيب اول مره يبقى عالي عندي كده. انت سيادتك اتفضلي. فانا اعصابي سايبه على طول يا دكتور، ورعشه مش قادر اخد النفس، اعرف احس ان انا يوم عليا. كلمت الدكتور قال لي خدي ابر اسمها سوتوفاج ولا حاجة كده، يعني مش عارفة اقرا اسمها. حاضر. فما فيش اعصاب يا دكتور، هو ده من السكر؟ ايفا بيول. ايفا بيول الحقن اللي اخدتها. فيتامينات. فيتامينات. فانا برضو باخد العلاج اهو دكتور، باخد اماريل 3 مللي. نعم. واعصابي برضو سايبة، رعشة، نهجان، مش قادرة اقف طبيعي كده. الوزن اخر 6 شهور زاد ولا قل؟ لا هو الوزن بتاعي ولا بيزيد ولا بيقل، هو على كده حاجة و90. طيب معلش انا الصايم قلتلي كام والفاطر كام؟
الصايم 180 والفاطر 252. لا طبعا سكر حضرتك مش مظبوط نهائي، لا صايم ولا فاطر. اه وحضرتك قلتيلي بتاخدي اماريل 3 ملي. اه هو عيب الاماريل والحاجات المجموعه دي انها بتزود الوزن الحقيقه، بس انا من وزني زياده. بقى انا بقى هركز حضرتك معانا على الجلوكوفاج لانه بيخصص الوزن شويه ورخيص. فهناخد جلوكوفاج 1000 حبايه قبل الغدا بساعه وحبايه قبل العشاء بساعه، اوكي؟ بس مش هيكافي انه ينزل الوزن قوي، قصدي مش هينزل السكر. فاحنا ممكن ناخد اماريل 4 ملي قبل الفطار و2 ملي قبل الغدا. احنا طبعا الحلقه بتنزل يوتيوب، ممكن حضرتك تبقي تعيديها او تسجليها وبعدين تاخدي العلاج ده. الفيصل بينا بعد 3 اسابيع تعملي لي سكر صايم وسكر بعد الاكل بساعتين في البيت بارخص جهاز تحليل بارخص شرايط موجوده في السوق وتبلغينا بيها ان شاء الله. شكرا. مش يا دكتور هو سايباني الاعصاب والرعشه ده مش السكر؟ اما السكر يتظبط بامر الله. سيبك من حكايه الحقن والكلام البلدي ده، ده كلام بلدي. ما خدش يعني ما كملش حقن، دي قال لي خدي 6 حقن. ولا لما تاخدي 100 حقنه حضرتك دلوقتي ارتفاعات السكر في الدم مبوظه كل الاعصاب ومبوظه العضلات ومبوظه الكهرباء بتاعت الجسم نفسها. ان شاء الله هتلاقي نفسك كويسه قوي بامر الله لما السكر ينزل. شكرا يا استاذه نعمه، وزي ما الدكتور قال لك وكل المشاهدين تابعونا على الفيسبوك واليوتيوب بالصحه والجمال. ناخد الاتصال اللي بعده. ام احمد السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم دكتور. أنا بسألك. أنا كل 10 15 يوم كده تجيلي زي أنام كده زي ما يكون حاسة بخيبوبة، ما أقومش من النوم خالص خالص. يعني أقوم عشان أنام. بالراحة عليا يا نبي، بالراحة عليا. بالراحة عليا. سنك كام سنة الأول؟ سن حضرتك كام سنة؟ 49. متجوزة؟ أيوه. في أولاد الحمد لله؟ أيوه معايا 3. ما شاء الله. الوزن كم كيلو؟ 110. والطول؟ الطول مش مهم بقى، يعني هيطلع كام؟ 160. مش انا بقول لك 160. طيب يعني احنا عندنا سكر؟ لا بحلل بعد ما يجيلي الموضوع ده واتحلل سكر ما لاقيش عندي سكر ولا حاجه. يعني بيطلع كام؟ لا ما فيش، بسال المعمل يقول لي ما فيش. هو 110. طيب 120. طيب عمليه النوم دي بقى لها كام؟ بقى لها قد ايه؟ لا السنه دي بس. يعني بقالك سنه كامله؟ اه. طب اشرحها لي بقى بالتفصيل، ازاي نوبه النوم دي بتيجي؟ يعني انا ما بعرفش اصحى من النوم خالص، يعني ابقى نوم نايمه تجيلي زي غيبوبه مش قادره افتح عيني، وممكن في اليوم ده اروح الحمام كل 5 دقايق و10 دقايق. لا انا بحس ان انا عندي سكر، اروح احلل ثاني يوم سكر ما لقيتش سكر اروح. وتنامي قد ايه بقى حضرتك يبقى عندك النوم كده؟ ممكن اصحى المغرب، يعني ممكن انام يومين اصحى بقى المغرب ثاني يوم. طيب الحياه الطبيعيه من غير النوم ده في حيويه ونشاط وزي الفل ولا ايه الوضع؟ ايوه لان انا بشتغل. طيب. اصحى الصبح الساعه 7 ممكن انام 12 واحدة بالليل. طيب حضرتك ما فيش حاجه لا سمح الله يعني كان في فيروس سي في صفرة؟ لا لا ما فيش غير ان انا باخد برشام الغده. ورم في الوش؟ طيب خلاص ما انت حلتيها دلوقتي. في ورم في الوش او ورم في الرجلين؟ لا لا دكتور لا. طيب قد ايه برشام الغده يا ست اللي مخبيه عليا من الصبح دي؟ لا معلش 100. خلوهم 200 على مسؤوليتي قبل الفطار بساعه. ماشي دكتور. وبعدين بكرة على فكره هناخد شوال بعد كده، بس ابدأي بدول كده لمده شهرين وبعدين ابقي كلميني تاني ان شاء الله. شكرا يا ام احمد، شكرا بالشفاء ان شاء الله. ناخد الاتصال بعده. استاذه فايزه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي اتفضلي. لو سمحت يا دكتور انا كلمت حضرتك قبل كده دكتور. عندي الغده الدرقيه ومش عايزه المراره هي مسخناني شويه. حضرتك قلت لي المراره مالهاش علاقه يا دكتور. ومكلفات من اسبوعين وقلت لي خدي 150 لمده اسبوع. طيب اوقف تاني اكمل ولا اخد ال 100 بس يا دكتور؟ انت كنت بتشتكي من ايه يا فندم؟ هي الغده الدرقيه عند دكتور. لا يعني انت يعني لا كنت بطني قوي يعني دكتور. كانت ايه يا فندم؟ منطقه بطني مليانه يعني. طب ال 150 دول في الاسبوع ضيعوا البطن المليانه؟ لا دكتور لا. ها؟ طب احنا دايما علاج الغده الدرقيه بنحسبه بالشهور وبالسنين. ما انا باخده بقالي سنتين يا دكتور. طب اسمعي بس، احنا لسه قدامنا طول العمر ان شاء الله. فانت بتاخدي 150، 150 عملوا لك اي مشكله بعد ما كنت بتاخدي 100؟
لا دكتور خلاص خلوهم 200 يا فندم، انا كنت بديك اختبار بشوف جسمك هيتحمل. ايوه 200 قبل الفطار بساعه لمده بقى شهر كده ولا اتنين، وبعدين نكلم بعض تاني. ما تعمليش تحليل ولا حاجه خالص. الف سلامه. شكرا شكرا استاذ فايز. انت كتبت لي برشام قبل كده بس ما سمعتش اسمه يعني نسيت اسمه. الاستاذ حسام يفكرك بيه. طيب ان كنت ناسى فكرك. ده انت بتنسى واحنا قاعدين. طيب يفكرني بسالك كده. استاذه فايزه لو تقدري تراجعي الحلقه تراجع الحلقه معانا الفيسبوك او اليوتيوب لو سمحتي. طيب ناخد الاتصال اللي بعده. الاستاذ محمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سلام اهلا وسهلا. انا كان معايا دكتور محي حضرتك. بقول لحضرتك يا دكتور انا اتعالجت من فيروس 2017 بس ما خدتش التحسينات الحقن التحسين اللي هي بعد العلاج. في مشكله اصل انا بحس بتقل في الجانب اليمين دلوقتي فشاكك ما اعرفش التحليل تمام يعني عملت من اسبوع عملت تحاليل سي بي سي ما فيهاش حاجه تمام بس ما عملتش بي سي ار. لا الصوت مش واضح شويه. انت عملت انزيمات كبد قريب يعني؟ الو استاذ محمد سمعنا تقريبا من سنه ونص. ايه يا حبيبي بتقول ايه؟ من سنه ونص يا فندم. لا ما عملتش انزيمات الكبد تاني يعني خالص؟ لا. بالمناسبه عاوز اطمنك الفيروس سي عاده الفيروس سي والتهابات الكبد 99% لا يصاحبها الام بالكبد الا لما بكون نعم الا في الحالات الحاده زي التهاب كبد وبائي. وبالتالي انا شايف ان انت تعمل حضرتك اس جي بي تي اس جي او تي كفايه قوي وتعمل اشعه تلفزيونيه على البطن نشوف الكبد والمراره والشويه دول لكن ان شاء الله مش هتلاقي حاجه. كل سنه يا دكتور؟ كل سنه لا انت اعمله بس وبلغني الاسبوع الجاي ان شاء الله. احنا يوم الخميس بعد بكره عندنا الحلقه يوم الخميس. تمام اشعه تلفزيونيه على البطن. وايه تاني معلش عشان انا بتكلم تليفون. حاضر اس جي او تي واس جي بي تي. انت راجل خبير كبد بقى كبير المفروض. تمام يا دكتور شكرا. العفو. استاذ محمد ما تنساش تتابعنا على الفيسبوك واليوتيوب. شكرا. هذا احنا عندنا مشكله مع الفيسبوك واليوتيوب في ناس بتتصل بينا دلوقتي المفروض انا نسيت اقول لك نحضرها قبل الحلقه بس عموما المره الجايه ان شاء الله ان شاء الله فكرني بقى نتكلم نرجع للموضوع تاني. طيب بالنسبه بقى لليوتيوب والفيسبوك في حد؟ طيب لسه ام محمد لسه ما هو بس ام محمد السلام عليكم. قطع. طب قطعت ام محمد. احنا جالنا اسئله كتير وجالنا مشاكل كتير من المرضى أكيد. اللي ما بيعرفوش يوصلوا لنا عن طريق التليفون اخبار حضرتك. وهم طبعا انا الهدف من البرنامج برضو ان احنا نعالج الناس وندي العلاج ده كموديل. يعني موديل يعني ايه؟ كنموذج نموذج للناس العاديين والمرضى المتشابهين فيها فممكن ياخذوا بيها. لكن انا مش هقدر ارد حضرتك مثلا جالنا عدد ضخم جدا جدا ومشاكل يعني فاحنا هنحاول في الفترات اللي يعني معلش يعذرونا لان احنا وعدناهم ان احنا نرد الاسبوع ده يوم الخميس الجاي ان شاء الله ميعاد الساعه 6 هنحاول ناخد على 5-6 مرضى في الفواصل اللي احنا فيهم نجيبهم ونقول اساميهم ونقول كل حاجه يعني وندور العلاج كما لو كانوا موجودين ان شاء الله. هو انا اللي انا شايفه دكتور انك انت ما يعني ولا بتبخل بالمعلومه ولا بتبخل الحمد بالوقت لله. بس هي الاتصالات فعلا بتبقى ساعات لا ساعات كمان السيستم بيقع عندنا مش عندنا والله الشبكه كمان بعد ساعات بيبقوا واقفين في مكان ما فيهوش شبكه يعني لا يعني هو ساعات لما يبقى المتشاهدين بيتصلوا في نفس الرقم عدد كبير أكيد فبيحصل اللي هو الفترات دي. دلوقتي احنا بنحلل السكر زي ما اتفقنا تمام ارخص جهاز ارخص شرايط. طب ليه ارخص جهاز وارخص شرايط؟ انا مش بشتغل بالكمبيوتر يعني مثلا افرض جهاز الدقيق هيطلع النتيجه 179 والجهاز الرخيص هيطلعه 169 ماشي وتقارب ماشي متقاربه هو نفس العلاج مش هيفرق معايا او العكس هيطلعه مثلا 95 او يطلعه مثلا 105 سيان ما فيش فرق بين الاثنين. هو المشكلة في اللي مش مهتم خالص. لا يعني هو المشكلة ان لما تيجي تقول لي مثلا الست اللي كانت بتتصل وتقول لي اللي هو التراكمي 7.9 يعني 8 وتعمل الصمت ليه 77. 77 وبعد الاكل التسعين اللي كانت بتقول عنهم ده ايه التراكمي المفروض يطلع 4.5.
تراكمي 4 ونص. اه 4 ونص. فانا لما يطلع 4 ونص سيادتك ويطلع معايا 7 8 قصدي 7.9 من 10 يعني 8 ويطلع وراك، لا هو هناك في حاجه نفحصها ونشوفها. صح. من ضمنها يا اما المشي اللي احنا قلنا عليه، يا اما بيعلى السكر بليه يبقى 300، لازم تحقق في الموضوع ان شاء الله. طيب ناخد الاتصال اللي بعده. استاذه نعمه السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. انا ست نعمه اتفضلي. السلام عليكم. سلامة الله. انا عندي غده ركابه جالي 3 سنين. عظيم. وكان عندي الفيروس سي. بقى في علاقه بين الغده الدركاويه وفيروس سي؟ ماشي اوكي. تعليم سمين الحمد لله، بس جسمي عمال يزيد يا دكتور. انا ماشي على باخد البرشام 100 كل يوم قبل الفطار. سنك كام سنه؟ سني 47. وزنك؟ 85. طولك؟ 155. يعني عندنا 25 كيلو زياده. أوه. بالوزن المصري، بالفرنساوي عندنا 40 كيلو زياده. بالصيني بالصيني يبقى عندنا 3 كيلو زياده. نعم نعم اتفضلي. طيب بتنامي قولي لي الحيويه والنشاط حلوين كده؟ نعم يا دكتور. وشك مورم؟ ساعات بقوم من النوم وشي مورم تحت عيني كده ورجلي. يبقى انت بتاخدي قد ايه التروكسن؟ 100. هنخليه 200 قبل الفطار بساعه، الحبتين مع بعض، وناخد حاجه اسمها الدكتون 100 مللي جرام حبايه قبل الفطار برضه. ماشي يا دكتور. والكلام ده لمده شهرين وتتصلي بينا تاني ان شاء الله. شكرا ماشي. شكرا يا مدام نعمه. ان شاء الله. اتفضل. احنا بنقول عندنا 7 مواضع لتحليل السكر في الدم. 7 مواضع دول سهلين قوي. في 3 قبل كل وجبه، يعني كل قبل وجبه احلل بالجهاز في البيت. 3 مختلفين عن بعض؟ لا يعني قبل الفطار، قبل الغداء، قبل العشاء. تمام. وفي 3 ولا اخواتهم بعد الغداء، بعد الفطار وبعد الغداء وبعد العشاء بساعتين. يعني قبل بعد الغداء بساعتين، بعد الفطار بساعتين. لا ماشي خش ادي العيان حق. ناخد ام محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن بعد اذنك اكلم الدكتور؟ اتفضلي اتفضلي يا ام محمد. ايوه يا دكتور، انا كلمت حضرتك قبل كده وقلت لحضرتك انا عندي الغده الدرقيه وباخد حضرتك 100 على الصبح كده، وبيديني ضربات القلب كده سريعه شويه، وساعات بينزل العرق كده. حضرتك سالتني قلت لي العرق ساقع ولا سخن؟ قلت لك حضرتك بيكلميني تاني، هو العرق يا دكتور مش ساقع يعني. ايوه سخن. سخن. طيب بس عندي دهون يا دكتور، عملت تحليل دهون لقيته بيتم 25، اخد له علاج ولا ما اخدش حضرتك؟ لا اصل الدهون دي انواع. يعني حضرتك في دهون اللي هو الدهون الثلاثيه. وفي دهون اللي هو الكوليسترول او عاليه الكثافه او منخفض الكثافه، اي واحد من الاربعه اللي عالي. هو تحليل واحد بس اللي انا عملته، كان 225 بس. يعني واحد بس اعتقد. ده يبقى عامل لك الكوليسترول كله، يعني كوليسترول بس. يعني بص حضرتك، انت وزنك كم كيلو يا فندم؟ يعني مش كتير، يعني 65 كيلو. لا انت رفيعه فعلا. احنا قلنا طب احنا دلوقتي احنا بناخد الاتروكسين 100 وضربات القلب شغاله عاليه وبيجي لك عرق بسخونيه صح؟ حضرتك. وانا ليا 12 سنه يا دكتور باخد العلاج ده، وبتابع حضرتك في القصر وكده، وانت عارف حضرتك دلوقتي في كورونا وكده، وانا ليا 4 اشهر ما رحتش وماشي على 100، امشي على طول كده على 100. لا ممكن نقللها شويه، بس احنا ما هنقلل الغده الدرقيه اللي هو التروكسين احتمال، يعني مش مهم. احنا خليها بص يوم 50 ويوم 100 حضر. عشان ضربات القلب حضرتك. يوم 50 ويوم 100، وكنا محتاجين رسم قلب اثناء ما تكون الضربات عاليه ان امكن. يعني وانا عندي 60 سنه يا دكتور. ما هو مش لازم تكون الغده هي السبب في ضربات القلب المتسارعه دي. احنا بصي احنا ممكن نظبط القلب لوحده ونظبط الغده الدرقيه لوحدها. اقول لك حاجه، اعملي لي اف تي 3 اف تي 4 تي اس اتش والحقي طلعيه وكلميني يوم الخميس ان شاء الله. ماشي ام محمد، شكرا على الاتصال. ناخد الاتصال اللي بعده. استاذه نجوى السلام عليكم. استاذه نجوى السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ عامل ايه؟ يا اهلا بيكي. الله يخليك، كل سنه وحضرتك طيبين. وانت طيبه يا فندم. طيبه. بقول لك يا دكتور، انا عندي التهاب في اطراف صوابع رجليا وايديا،
واحيانا بالليل وانا نايمه ببص على يومي ينملوا عليا ايديا، بتنمل عليا 3 صوابع بس في كف ايديا بيقوم منملين عليا، وانا عندي القلب وعامله عمليه قلب مفتوح وباخد ادويه سيوله، والدكتور كان مديني ميليجا بس مش عامل لي حاجه. لا ده شغل بط يعني، شغل كده بتاع عارفه زي ما بقدم لك شاي في مكان يعني ولا قهوه. آه الملجا والحاجات دي مفيش تشخيص. قوليلي كانت ركبي وجعاني ورحت الدكتور، فكان مديني ليا بوتوفليكس كانت مريحاني، بس الدكتور القلب وقفالي قال لي عشان غلط عشان ما تعملكيش نزيف عشان دواء السيوله اللي بتاخديه. اه بوتوفليكس. اه طيب سيادتك دلوقتي سن كام سنه؟ انا عندي 57 سنه. الوزن قد ايه؟ الوزن 80 كيلو. طولك؟ طولي 156. حضرتك عندك سكر؟ لا. في كوليسترول؟ هو قال لي في التهابات، انا عامله كل بيخليني اعمل اللي هو التراكمي ده، اخر مره عملت الشهر اللي فات طلع 5.2. وعملت سكر صايم وبعد الاكل بساعتين طبعا. لا ما عملتش، هو بيخليني اعمل تراكمي بس. لا ما اخدش بالتراكمي ده ابدا، ولسه واحده متصله وشفتيها. التراكمي ده فيه حاجات خاطئه كتير، لو طلع عالي اخد بيه، لو طلع طبيعي ما اخدش بيه. لو طلع طبيعي اعمل لي سكر قبل صايم وبعد الاكل بساعتين، والاكل هيكون عباره عن ازازتين كوكاكولا او بيبسي او سيفن اب، ده احنا بنعمل اعلان ليهم. ازازتين حلوين كده تشربيهم وانت في مكانك من غير ما تتحركي. مش روح تشربيهم في البيت وبعدين تمشيلي 3 كيلو. لا مش الكلام اللي احنا بنقوله ده الدكاتره ما يعرفوهوش، خلي بالك الدكاتره ما يعرفوهوش. بيجي يعمل لي التحليب في البيت زي بعض. انت بتدلعه ما شاء الله. لا مش بتدلعه. ما انت حضرتك عارف الظروف اللي احنا فيها، ممنوع التخالط والنزول. هو هيعمل يعمل لك بالجهاز يا ستي، حد جنب الجهاز الورقه بتتكلف شريط جنيه جنيه ونص كفايه قوي. خلاص اجيب الجهاز اللي حضرتك بتقول عليه. شوفي بقى بالنسبه للطوارئ، انا معلش ايديك اللي فيها الثلاث صوابع اللي بيتعملوا، انا شايفه ايدي مش كده؟ الصباع ده فيهم؟ لا انا بص مش شايفه، انا بعيد عن التلفزيون. بص اللي هو الصباع الخنصر ده اللي هو الصغير، والاثنين اللي هم في على الحرف دولت. يعني الصباع الصغير بتاع ايدك متاخد؟ لا مش الصغير، اللي هو الصباع اللي هو بتاع الخنصر دوت اللي هو بتحط فيه الدبله. اللي بعديه كده الاثنين اللي بعديه والثالث والثالت واللي في النص يعني. اللي في النص. واقوم الاقي ايديا بتبقى منمله عليا. طيب والناحيه الثانيه نفس الحكايه؟ لا هي بس ناحيه واحده ساعات اللي هي اليمين. لو وصابع رجليا بلا منمله بس. انا واقفه بقى مقف كتير بقى في المطبخ كده واقفه امشي. في دوالي في الرجلين ولا حاجه عشان مع الوقفه؟ ايه في دوالي في الساقين الرجلين؟ لا ما فيش، العروق بس تبقى نفر عندي كده مطرح الادويه والحاجات السوري. لا استني بس، اصل انت بتحطي كلام ينفع بالنسبه لي انا. يعني حضرتك انت العروق بتاعت رجليك بتنفض لما بتقفي؟ لا ما انت لسه قايله نفضه. لا ده عاديه بتبقى باينه كده، لكن ما باخدش بالي بقى بتنفر والمقف ولا لا. طب بص احنا هناخد حاجه اسمها اولفين 50 ملي جرام حبايه بعد الغداء لمده 15 يوم بامر الله، مع الملجه اللي انت بتاخديها هيجيب نتيجه كويسه بامر الله تعالى. مدام نجوى شكرا. أيوة. على الاتصال. الف سلامه. ناخد الاتصال اللي بعده، الاستاذه دينا من البحيره. ايوه يا مدام دينا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ممكن اكلم الدكتور؟ ايوه يا فندم. اهلا وسهلا. ازيك يا دكتور عامل ايه؟ اهلا بيك يا فندم. حضرتك انا عندي سكر بقالي سنتين، وانا برضع وكده، فبيجي لي تنميل في رجليا وايديا ومش عارفه يعني. كنت باخد انسولين 3، باخد 5 الصبح و3 بالليل. 5 وحدات الصبح و3 وحدات بالليل. سن كام سنه يا دينا؟ 22 سنه. متجوزه بالك قد ايه؟ بقالي سنتين. طب وحد يتجوز بدري كده؟ طب ما طبعا لازم السكر يجي. اعمل ايه بس كده؟ عندك كام عيل؟ اوعي تقول لي 3. انا عيل واحد. كده مظبوط. بقاله سنتين الولد بقاله سنتين. ابنك عنده سنتين؟ لا هو عنده سنه، هو عنده سنه. يعني السكر جالك قبل الحمل؟ ايوه. اما جالك خسيتي ولا وزنك فضل زي ما هو؟ لا خسيتي يا دكتور. يعني انت حضرتك فقدت مثلا 5-6 كيلو وبعدين اكتشفت ان عندك سكر صح؟ ايوه. وبعدين دلوقتي ماشي على انسولين 5 وحدات الصبح و3 و3 بالليل. والسكر الصايم كام وبعد الاكل بساعتين؟ كان 167 صايم و190 فاصل. ده مع الانسولين؟ ايوه. وزنك طبعا زاد مع الانسولين رجع تاني صح؟ لا لا زي ما هو 65. وانت قبل ما كنت يجيلك سكر كان وزنك كام؟ كان وزني 76.
يعني انا نزلت 12 كيلو. ايوه. النزول ده بصحة وحيوية كده ولا بوهن ومرض؟ بمرض يا دكتور، بحس ان انا عندي خمول كده وتنميل في ايديا. طيب خلاص خلاص، يبقى كده في الحالة دي هنزود جرعات الانسولين. بيهزروا معاك الدكاترة، 5 و3 دول انا ممكن اقف بالسرنجات دي ادي لكل الناس وفي الاستوديو وفي ميدان التحرير، مش هيجرى حاجة. انت هتخلي 5 10 وهتخلي 3 6، وطبعا انا ممكن ازود اكتر من كده، بس انا عشان انت بعيدة عني فما عنديش الجرأة ان انا ازود. احنا يوم الخميس عندنا نفس الوقت ان شاء الله الساعه 6 طالعين، تكون عملت بعد العلاج هتبتدي بيه من بكره، تحللي ان شاء الله يوم الخميس الصبح فاطر، وتاخدي العلاج وتفطري، وبعد الفطار بساعتين تحللي وتبلغينا الساعه 6 مساء. الف سلامه. شكرا شكرا على الاتصال. العفو. ناخد اخر اتصال يا دكتور. خلاص خيرو اسمها ايه؟ ختامها مسك. ختامها مسك. ام ايمان السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام مرحبا. ورحمه الله. مرحبا. ممكن اكل؟ اتفضلي يا فندم اتفضلي. طيب شكرا. بعد اذنك يا دكتور، بنتي عندها 23 سنه، كانت الدوره منتظمه عليها لحد الثانويه العامه، يعني لحد ما كان عندها 18 سنه. وبعد كده بدات تتاخر عليها، ممكن 3 شهور 4 شهور 6 شهور وتيجي. فروحنا الدكتور نسا ولادة، عمل لها TSH، طلعت الامور مظبوطه، قال ده نقص حديد بس، وخدت قرص حديد والامور مشت. طب كويس قوي. بعد فتره تانية رجع الموضوع تاني، عدم انتظام الدوره، وعلى طول تعبانه ودايخه وبتعرق وكلام من ده. المهم رحنا الدكتور باطني، عمل لها زي كومبليت شيك اب، من ضمنها TSH طلع عالي، يعني طلع 5.9. وعمل لها الكورتيزول الصبح الساعة 9 طلع 25. طيب. إنما الكورتيزول بتاع 9 بي إم طلع مظبوط. طيب. المهم إداها الدواء 50 وخدناه لمدة 3 شهور، وفعلا الدورة جت والأمور انتظمت، وبعد 3 شهور إحنا وقفنا الدواء. ماشي. بس على طول ضغطها عالي، دايخة، عرقانة، تعبانة، فرحنا عملنا لها تاني تشيك أب، الفري تي 3 والفري تي 4 والتي اس اتش كله طلع مظبوط. بس الحال لحد الوقت الحالي هي برضو في عدم انتظام في الدوره، ممكن تقعد لها 12 13 يوم. طيب طيب طب خلاص، اخر دوره كانت عليها امتى؟ في الوقت الحالي بقى لنا 12 يوم ومش على طول، يعني خلاص. ممكن تيجي يومين وتقطع يوم. خلاص حضرتك هتعملي لي في اليوم ال 13 حاجه اسمها ال اتش، اتفقنا؟ ال اتش ال اتش ايوه. وهتعملي لي في اليوم ال 13 اشعه على الحوض اشوف فيه بيضه ولا مفيش. نمره 3، اليوم ال 21 هتقيسي لي في الدم حاجه اسمها بروجسترون. بروجسترون. عيد حلقه ثانيه وانت شغال معاك على الهواء. حاضر يا دكتور. احنا بنخاف لا يكون في تكيس على المبيضين. مش معنى ذلك انه حاجه وحشه. طبعا الحبه الهري الهرموني ده كلام متنطور، هظبطه لك ان شاء الله بعد ما تقولي الحاجات دي. الف سلامه. شكرا شكرا على الاتصال. يعني هو اصل يعني الضغط له معنى مغزى كبير في الحاله دي، الضغط العالي له مغزى كبير. يعني نتكلم في نص ساعه حضرتك حكايه الكورتيزول والمش عارف ايه وربطوه، وبعدين غده دركيه ندي دواء لمده 3 شهور. بصراحه ده كلام مش علمي خالص ومش عاجبني. فيا اما المريض نفسه، وبعدين في حاجات مشهوره ومعروفه زي ما نعملش اشعه تلفزيونيه مثلا او ما عليه ذلك، لازم يحرصوا بالتشخيص. احنا خلصنا، احنا في لاست مينت. طيب احنا بس عندنا يوم السبت الخميس ان شاء الله الساعه 6 ان شاء الله، يوم الخميس من 6 ل 7 انتظرونا. اليوم الخميس ان شاء الله احنا عندنا صفحه الفيسبوك، ابعتوا لنا الناس اللي ما لحقوش يتصلوا عشان ناخد منهم ان شاء الله ونجاوب على بعضهم في الحلقه الجايه يوم الخميس وما بعدها ان شاء الله. تمام شكرا يا دكتور. العفو. انا بتخانق معاك بره شكله. لا هي مستنيني بره. ما بنشبعش منك ولا من معلوماتك والله. الله يخليك ويبارك فيك. الله يخليك. اعزائي المشاهدين، وبكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه من برنامج كونسلت للميديسن. نشكركم لحسن الاستماع والمتابعه والمشاهده، ونشكر السيد الدكتور محمد سعد حامد استاذ السكر والغدد الصماء كليه الطب جامعه عين شمس، والى لقاء اخر بمشيئه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Sorry.